السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا أينما كنتم، مرحبا بكم إلى نشرة أخبار الرياضة مباشرة من القناة الإخبارية الجزائرية. بداية، يوجد المنتخب الوطني للاعبين المحليين في كامل جهوزيته لملاقاة نظيره المصري سهرة اليوم ضمن الجولة الثالثة من أول أدوار الكأس العربية للأمم المقامة بقطر. ويطمح رجال المدرب مجيد بوغرة الذين ضمنوا تأهلهم إلى الدور ربع النهائي، يطمحون لتصدر المجموعة الرابعة، وكانوا قد أنهوا تحذيراتهم للمباراة أمس بإجراء حصة تدريبية أخيرة بالملعب الرئيسي للمقابلة. كما وقف الطاقم الفني بقيادة مجيد بوغرة على بعض التفاصيل وضبط معالم التشكيلة التي ستخوض المباراة بداية من الساعة 8 ليلا. وقبيل المباراة قال حارس المنتخب الوطني عبد الرحمن ميجاد أن المنتخب سيدخل مباراة مصر من أجل تأكيد نتيجتي المباراتين السابقتين، مؤكدا عزم اللاعبين على حسم نقاط المباراة لصالحهم من أجل تصدر المجموعة الرابعة. مباراة نفوزو، ما ناش نحوسو باش نطيحو أي فريق يجي مرحبا به. احنا رانا نحضروا ان شاء الله نروحوا نتصدروا المجموعه تاعنا بريمي بلاس، وان شاء الله الفريق اللي يجي به مرحبا به. الحمد لله كما يقول لك انا جروب واحد، رانا خاوه، رانا نحضروا في ظروف جيده، سيرتو كي تكون مع دي غارديان ما شاء الله كيما الرئيس ولا زغبا، رانا ان شاء الله نخدموا وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله. يبحث المنتخب الوطني الجزائري إذن عن إنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة الرابعة، ولن يكون ذلك إلا بالفوز على نظيره المصري في مباراة سهرة اليوم. التفاصيل في سياق التقرير بلال بناري. الديربي العربي الكبير بين المنتخبين الوطني والمصري يعود إلى الواجهة من بوابة مونديال العرب بالدوحة القطرية، وسيكون ملعب الجنوب مسرحا لقمة كروية تقليدية يتنافس فيها المنتخبان على صدارة المجموعة الرابعة. ورغم أن كلا المنتخبين ضمن تواجدهما في الدور المقبل من البطولة، إلا أن الفوز بالمباراة وإثبات القوة لا يعني فقط المركز الأول، وإنما أشياء كثيرة بالنسبة لجماهير المنتخبين، وله طعم خاص بالنظر إلى الندية والتنافسية التي تطبع مباريات المنتخبين على مر الأجيال. والفائز بمجرياتها سيقدم رسميا ملف ترشحه للتنافس على لقب البطولة. فبعد 11 سنة عن آخر مواجهة جمعت المنتخبين بجيل قاده أنذاك مجيد بوغرة المدرب الحالي للمنتخب الوطني، والذي يدرك حجم المباراة وقيمة الفوز بها وما عليه سوى اختيار التشكيل الأنسب لتحقيق المبتغى، مع أن بدايته مثالية بفوزين متتاليين أمام منتخبي السودان برباعية نظيفة في الجولة الأولى والثنائية في مرمى لبنان في الجولة الثانية. فوزان وست نقاط لم تخفي النقائص التي عانت منها الكتيبة الخضراء، خاصة في المباراة الثانية أمام لبنان التي كان على رفقاء يوسف بليلي إعطاء كامل ما لديهم من أجل الفوز بها، وهو ما أشار إليه الماجيك في خبجته الإعلامية عندما تحدث عن الجانب البدني الذي يقلقه وهاجس الاسترجاع سويعات قليلة قبل موقعة مصر التي تعتبر أول اختبار حقيقي للمنتخبين. الجانب البدني من دون إغفال الجانب الفني، فمن المنتظر إجراء بعض التغييرات على التشكيلة التي ستواجه الفراعنة على ضوء مردود كل لاعب خلال الخرجتين الأولتين، وما يحتاجه المدرب في هذه المباراة التي يبدو بأن تدارك النقائص والغيابات لن يكون بنسبة كبيرة. وما على زملاء بلحس واستحضار روح الانتصار والجرينتا العالية لتجاوز عقبة منتخب مصر أول كما عودنا من سبقهم لهذه المواجهات. الجولة الثالثة حاسمة وفاصلة بين المنتخبين المتعادلين في كل شيء بنفس الرصيد من النقاط والأهداف، وفي حال نهاية المباراة بالتعادل
لن يفصل في هوية المتصدر سوى قانون اللعب النظيف أو عملية القرعة. صدارة المجموعة ستعود لأحد المنتخبين، لكن مشوار مونديال العرب يبقى متواصلا ومفتوحا للفراعنة ومحاربي الصحراء. هذا وتحدث مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين مجيد بوغرة أمسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المباراة، تحدث عن الرهان الذي سيرفعه وعن تحذيرات مجموعته لهذه المقابلة التقليدية، وقال إن هناك أمر وحيد يقلقني قبل مباراة منتخب مصر وهو الإرهاق، كما تحدث عن اللقاء الذي قال أنه سيكون بطابع الديربي وسيكون صعبا أمام خصم قوي، كما ذكر أن المهم ضد المنتخب المصري المتعادل في كل شيء مع المنتخب الوطني، ستكون مباراة قوية للغاية وذات مستوى عالي. وأردف بوغرة في نفس الجانب أن العلاقات جيدة مع الأشقاء المصريين الذين استقبلوهم أفضل استقبال، كما تحدث محور دفاع المحاربين عبد القادر بدران عن المباراة وقال إنه وزملائه جاهزون للدفاع أو جاهزون تماما لمواجهة نظرائهم المصريين وأنهم سيسعون للفوز بالمركز الأول. مباراة تقليدية بين الجزائر ومصر، إذن من أجل التفصيل فيها فنيا وتقنيا نسعد بأن يكون معنا عبر تقنية سكايب مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة المحلل والتقني ناصر مقيدش. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد ناصر مقيدش. إذن شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة كالعادة. كما ذكرت مباراة تقليدية بين مصر والجزائر بمعطيات مختلفة هذه المرة، المنتخبان يلعبان باللاعبين المحليين في جل التعداد، كيف تتوقع هذا الصدام في ظل هذه المعطيات؟ أكيد وفي المقام الأول يعني الدربيهات الجزائرية المصرية دائما ما غالبا ما توصل إلى الطموحات الجماهير، حيث هناك الندية والقوة البدنية وكذلك الرغبة في الفوز من الطرفين، فهذا معروف بين الكرة المصرية والجزائرية. أكيد أن المنتخب الجزائري الذي يمر بفترة جيدة من أداءات وكذلك من تحقيق نتائج إيجابية سواء مع الفريق الأول أو حتى مع الفريق المحلي، فأعتقد أن هذه المباراة قد تلعب على جزئيات بسيطة نظرا لأن كل فريق يسعى لأخذ المكان الأول لتفادي كما يقال الفريق المغربي. صحيح أنه فريق قوي، إلا أن أي فريق خاصة المنتخب الجزائري إذا أراد أن يتوج بهذه الكأس العربية فعليه أن يفوز على كل المنافسين سواء كان المغرب أو أي فريق آخر، وأعتقد أن المنتخب الجزائري لديه كل المقومات والاستعدادات والتحضيرات الجيدة للوصول لهذه الأهداف، إلا أن حاليا بتعادل كلي في جميع الجوانب أعتقد أن الإنذارات والفير بلاي قد يكون له شأن في هذه المباراة، لأن أي فريق يحصل على بطاقة في حالة التعادل سيكون المركز الأول للفريق الأحسن في من ناحية اللعب النظيف. لكن المنتخب الجزائري بمقوماته الكبيرة فأعتقد لديه ما يبرزه في هذه المباراة وإعطاء الروح للشعب الجزائري الذي ينتظر الكثير في هذه المباراة، على غرار وجود لاعبين مميزين لا يستهان فيهم ولديهم القدرة لتحقيق هذا الهدف. سنأتي للتفصيل في أداء اللاعبين. ناصر مقيدش، بالنظر لأداء كل منتخب، المنتخب الوطني والمنتخب المصري في المباراتين الأولى وكذلك الثانية، هل ذلك الأداء يؤشر ويعكس الصورة المتوقعة في المواجهة المباشرة بين الفريقين؟ نعم بالتأكيد يعكس التوقعات، وخير دليل النتائج المحققة في المباراتين الأوليين حيث فاز كل فريق بمباريته وبنتيجة ثقيلة مع المنتخب السوداني، إلا أن المنتخب الأولاني كان حصانا أسودا للفريقين، فكل الفريقين
فاز على لبنان لكن بصعوبة، وهذا يعطي دافع قوي للناخب الوطني لوضع كل الحسابات لكل الفرق، حيث لا يوجد فريق قوي وفريق ضعيف. فشهدنا موريتانيا التي انهزمت بنتيجة إذا قيل، لكن في الآخر فاز من غير التوقع في مباراته الأخيرة. فكل النتائج قد تكون حال استعداد للوصول لأي حالة قد توقع. أعتقد أن مجيد بوغرا يعرف هذا المجال، خاصة ولعب ضد الفريق المصري ويعرف الفريق المصري، وأعتقد أنه درس بشكل جيد نقاط القوة ونقاط الضعف، على عسى وعلى أن يستغل نقاط الضعف هذا الفريق، لأن هذا الفريق ليس بالفريق الأول وإنما مدعوم بأغلب لاعبين محليين وكذلك بعض اللاعبين الذين ينشطون في بلدان عربية. ممكن الجانب الإيجابي للفريق المصري هو هذه المجموعة التي تعودت أن تلعب فيما بينها، لكن في المقابل المنتخب الجزائري لديه من الحنكة ولديه من الخبرة بوجود لاعبين لا يستهان بهم على غرار البليلي وكذلك ياسين إبراهيمي وكذلك بونجاح السفاح في الدوري القطري. فهذه كلها عناصر توحي بأن تكون مباراة قوية جدا وندية. وأنا بصراحة أرشح الفريق الجزائري نظرا لما يحتويه تشكيله من لاعبين مميزين وكذلك الروح الجماعية الموجودة في الفريق. نعم، هل تتوقع أن تكون مباراة مفتوحة يستمتع بها الجمهور الحاضر وكذلك الجمهور المشاهد عبر الشاشة، أم أنها ستكون مباراة مغلقة الهدف الوحيد منها للفريقين هو التسجيل والفوز وفقط؟ على ما أعرفه أنه المنتخب المصري يسعى وراء تفادي فريق المغرب، وهذا حقه مشروع، فلذا إذا أراد أن يصل إلى هذا الهدف فعليه أن يفتح اللعب وأن يبادر في الهجمات، وهذا قد يساعد كثيرا منتخبنا، لأن منتخبنا لما يكون منظما فلديه سهولة في عملية اللعب السريع وكذلك الهجمات المضادة ووجود لاعبين ذات مهارات عالية في حالة مشاركتهم. والحديث هنا عن إبراهيمي وكذلك بالليلي، ونتمنى لبونجاح أن يكون في فورمة كبيرة، لأن هذا اللاعب حتى لو لم يكون في المستوى المنشود في خلال المبارتين إلا أنه في أي وقت ممكن أن يزاحم كل دفاعات المنافسين، خاصة وهذا اللاعب يلعب بدون كرة وقوي جسمانيا قد يعرقل دفاعات الفريق المصري. احنا كلنا أمنية ونتمنى أن جماهيرنا في الملعب تساند هذا الفريق الذي يخطو خطوات إيجابية لوصول إلى رسخ البهجة في قلوب ومناصري المنتخب الجزائري. نعم، سيد ناصر مقيدش، هل تتوقع أن تختلف التشكيلة في منصب أو منصبين ربما مقارنة بالمباراتين السابقتين؟ نتحدث ربما عن بونجاح، عن سوداني، عن عودة ربما آمر سعيود، هل تتوقع شيء من هذا القبيل؟ نعم بالتأكيد، نعم، خاصة بغياب مريزيق، فأعتقد أن الأقرب لخلافة مريزيق هو اللاعب شباب الوزداد زكريا دراوي، كذلك عودة سعيود ممكن يكون ضحية يا إما بليلي يا إما سوداني. ففي هذه الحالة مشاركة نعم هلال سوداني نعم كابتن، تحدثت عن بونجاح أم بليلي؟ يعني كنت تقصد بونجاح. أيوة، وأنا أتوقع أنه حتى الأداء الذي قدمه في آخر مباراة سوداني، إذا أردنا يعني الوصول إلى الشباب، فإعطاء فرصة لتواجد بليلي وإبراهيمي على الأطراف في ظل وجود سعيود في وسط المدعم الذي قد يعني يحمل القاطرة الهجومية بتمريراته وقذفته، وكذلك الرؤية الواسعة التي لدى هذا اللاعب الذي يبهر حتى في الدوري السعودي. نتمنى أن يكون في الفورمة المناسبة لمساعدة الهجوم من هز شباك المنتخب المصري الذي لحد الآن لم يدخل شباكه أي هدف. هل نتوقع مثلا أن نرى سوداني كرأس حربة في مكان بونجاح، أم ربما كذلك طيب مزياني الذي أبان عن مستوى لا بأس به في الوقت القصير الذي لعبه؟
صراحة نعم، يعني إمكانية في حال هذا يبقى لاختيارات المدرب، ما يريده المدرب، هل يعتمد على بونجاح بقدراته رغم أدائه الذي لا نقول أنه لم يكن في المستوى المطلوب وإنما تراجع نسبيا، لكن أعتقد هذا دور المدرب لإرجاع ثقة، خاصة الثقة لهذا اللاعب، لأن هذا اللاعب يزن كثيرا على دفاعات أي منافس. فالاحتمالات واردة، حتى طيب مزياني لديه الإمكانات للتواجد في هذا الفريق، وتبقى أكيد اختيارات المدرب ما يراه مناسبا أمام المنتخب المصري الذي كما قلت كل الفريقان يسعى بالفوز بهذه. لذا أعتقد أن مجيد بوغرا قد يقوم بتقديم تشكيل الأحسن للوصول إلى الهدف المنشود وهو أخذ المركز الأول، بغض النظر من يكون في المركز الأول أو الثاني في المجموعات الأخرى التي قد تتنافس مع المجموعات الجزائر ومصر. نعم سيد ناصر مقيدش من الدوحة، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. سنستعرض تاريخ المواجهات بين المنتخبين، حيث تعد 28 بين الجزائر ومصر، والأفضلية كانت جزائرية ب11 فوزا مقابل 7 انتصارات للمصريين، فيما انتهت 9 مباريات بالتعادل. إذن أرقام كثيرة سنعود للحديث عنها بعد قليل مع من الدوحة مع المحلل والتقني نصر ميكيداش بعد قليل. من المنتظر أن تكون الجماهير الجزائرية حاضرة بقوة بمدرجات ملعب الجنوب خلال المباراة التي تحمل طعما خاصا، أجواء عودنا عليها الجزائريون أينما حلوا وحيثما وجدوا. للوقوف عندها نسعد بأن يكون معنا من قطر عبر الهاتف خليل بن عيسى موفد الإذاعة الجزائرية. أهلا بك خليل، كيف تصف لنا الأجواء الجزائرية بالدوحة قبيل يعني دقائق أو قبيل أقل من ساعتين عن انطلاق هذه المباراة؟ نعم خليل بن عيسى، هل هو معنا عبر الهاتف أم
سنعود إليه بعد قليل. ونعود إلى ضيفنا عبر تقنية سكايب من الدوحة كذلك ناصر مكيداش المحلل والتقني. سيد ناصر مكيداش، رأينا وشاهدنا ربما الإحصائيات والأرقام التي تصب في خدمة المنتخب الوطني أو في صالح المنتخب الوطني ب11 فوزا مقابل 7 انتصارات للمصريين و7 تعادلات. هل هذه الأرقام سيستحضرها أو ستكون حاضرة في ذهن اللاعبين فوق أرضية الميدان، أم أن معطيات المباراة يعني شيء آخر؟ بالتأكيد يعني كما تعودنا يعني المباريات بين الفريقين كانت دائما ما تكون نتائج ضيقة يعني إلا في حالات يعني معدودة، إلا أن المنتخب الجزائري في صحوته منذ تقريبا 3 سنوات، فالكرة الجزائرية موجودة على قمة الكرة العربية والكرة الإفريقية، فأعتقد أن هذه فرصة للاستمرار، حتى ولو أن في هذه البطولة نشارك بفريق تقريبا ممكن نقول نصف محلي ومحترفين، إلا أن المنتخب الجزائري حتى بهذا التشكيل هو في مستوى عال وعال جدا وقد يقلق كل المنتخبات المشاركة. فالكل على حسب حديث كل يعني المتدخلين في كل القنوات أن المنتخب الجزائري أصبح نجم عالمي في الكرة الإفريقية وحتى العربية، لذا التوجه في هذه المباراة وفي ظل يعني المعنويات الكبيرة للمنتخب أكيد تصب في الفوز على المنتخب المصري الذي تغير نسبيا في الآونة الأخيرة منذ مجيء كيروش على رأس الفريق، ورغم الصعوبات التي واجهها المدرب مع اللاعبين في اختيار اللاعبين إلا أن البداية كانت موفقة للمنتخب المصري، وسنشاهده مع عملاق القارة الإفريقية ألا هو الأفناك الجزائرية ما قد يواجهونه من صعوبات. وأعتقد أن المنتخب الجزائري كما قلت وأكرر أن الإمكانيات موجودة والمعنويات موجودة ولا خوف على المنتخب الجزائري في ظل وجود لاعبين على مستوى عالي، وهذا رغم التغييرات التي قد تحدث في تشكيل الفريق، لأن أعتقد مجد بوغرا قد يقحم الذي يراه الأنسب للوصول إلى نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة. نعم سيد ناصر مقيداش، أرجو أن تبقى معنا كذلك، سنعود إليك بعد قليل عفوا. ونعود إلى مراسل أو مفد الإذاعة الجزائرية من الدوحة لينقل لنا أجواء الجماهير هناك بمحيط الملعب وكذلك بالدوحة بصفة عامة. خليل بن عيسى، مرحبا بك مرة ثانية، كيف هي الأجواء؟ متصور على متصور الصالون بوقتكم في ملاء وانا تسمعها بصعوبة ونقرب المستوى أن تتأثر على الأجواء أجواء أمل في الوقت الحقيقية لمدخل الجمهور لهذا الملعب ملعب جنوب سيد يمضي الوكرة الفقرية التي يصحك من هذه الفترة التوقعات سيكون لنا في حوالي 4000 منافس في التوقعات الجمهورية هنا في قطر النهر. نعم يبدو أن الصوت لا يصل بشكل جيد من المصدر، عفوا مشاهدينا. نعود ربما إلى ناصر مقيدش المحلل والتقني. سيد ناصر مقيدش، ربما تحدثت عن بعض العوامل وبعض التفاصيل التي قد تحسم مباراة الديربي بين الجزائر ومصر، ما هو المعطى أو العامل الأكثر حسما فوق أرضية الميدان لهذه المباراة الذي تعتبر بأنه الأكثر حسما للمباراة؟ أعتقد أنه اللعب في وسط الميدان هو راح يكون يعني منبع قوى لكل فريق، فمن يفوز بوسط الميدان تكون لديه الفرصة الأكبر للوصول إلى النتيجة الإيجابية، وأعتقد أن المنتخب الجزائري في هذا المجال لديه من جودة داخل وسط الميدان لاحتواء كل هجمات
الفريق المصري، واحنا نعرف ان حتى الفريق المصري متخوف حتى ولو هو علنا، وتدخلات محلليه يتكلمون كانه لم يحصل شيء، لكن داخل القلب موجوده انه يعلمون انهم يلعبون المنتخب الجزائري، والمنتخب الجزائري ليس ذاك الفريق الجزائري الذي كان في بعض الفترات يعني يقدم اداءات يعني متواضعه. فحاليا المنتخب الجزائري يؤدي اداءات قويه بالثبات بالنتيجة وبالأداء سواء داخل الديار أو خارج الديار، وأعتقد أن كل اللاعبين يعلمون ذلك وهم متحضرين لدخول لمنافسة قوية والجهاد من أجل إفراح كل الشعب الجزائري الذي يتابع سواء الموجودين في الجزائر أو الذين تواجدوا حاليا في الملعب الذين آتوا من الجزائر من أجل مناصرة هذا الفريق. نتمنى في الأخير أن الروح الرياضية، هذا مهم جدا أن الروح الرياضية تسود هذه المباراة، ونبتعد على المشاكل التي حصلت في السابق خاصة حادثة أم درمان، وتكون مباراة بين شعبين شقيقين، بين شعبين يحبان الكرة، وكل مجموعة مناصرين يتحمل مهما كانت النتيجة، لأن في الأخير كرة القدم ما هي إلا لعبة رياضية، ويجب أن الجميع يحترم أن الأقوى والأفضل والذي يقوم بمجهود أكبر هو الذي يفوز المباراة. أكيد احنا نتمناها تكون جزائرية، لكن في المقابل حتى المصريين يتمنون أنها تكون مصرية، إلا أن فريقنا على حسب إمكانيات الموجودة بين الفريقين، فأعتقد أن موجودة أفضلية للمنتخب الجزائري لتجاوز عقبة الفراعنة. نعم، والروح الرياضية هي التي يجب أن تسبق كل شيء. كسؤال أو سؤالين أخرين، ناصر مكيدش المحلل والتقني، هل يعني الأداء والفوز بمباراة مصر الجزائر الفائز، هل ذلك مؤشر على القادم من مشواره على أنه سيتنافس بقوة يعني بعدما تجاوز عقبة فريق من حجم مصر أو من حجم الجزائر، هل هو مرشح بقوة للتنافس على لقب البطولة؟ بطبيعة الحال يعني في حال إذا فزنا مع الفريق المصري، وهذا احتمال كبير ووارد، فأعتقد أن المنتخب الجزائري سيستمر في الأداءات والنتائج الإيجابية، والتي الجميع يعلم أين وصل المنتخب الجزائري وهو يسعى وراء تحقيق لتحطيم الرقم القياسي للمنتخب الإيطالي. وأعتقد أن المنتخب الجزائري لديه المقومات ثابتة 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 جدا للوصول إلى أي نتيجة، وخاصة في حال تمركز المركز الأول، أكيد المنتخب الجزائري سيلعب مقابلة ضد منافس الذي يكون في متناول المنتخب الجزائري. لما أقول متناول يعني لا تكون المباراة سهلة، أكيد كل المباريات صعبة، وكل الفرق تسعى وراء الفوز، وكل المنتخبات تسعى وراء تحطيم يعني الرقم القياسي للجزائري ومنع المنتخب الجزائري للوصول إلى النتائج المرجوة. لكن المنتخب الجزائري بالصرامة بالعزيمة بالقوة بالروح، فهذه المعطيات كلها تكون موجودة في الملعب مهما كانت النتيجة، حتى لو جت النتيجة عكس ذلك فيبقى المنتخب الجزائري لديه فرصة للوصول إلى الأدوار الأولى، ولما لا التتويج باللقب العربي. نعم، تفاؤل أقاسمك فيه، وربما كل الجمهور الجزائري يقاسمك هذا التفاؤل. بحول الله ستكون الغلبة للمنتخب الوطني الجزائري للتأهل بجدارة واستحقاق. سيد ناصر مكيدش، بالحديث عن المجموعات الأخرى، منتخب تونس تأهل في الصدارة سيواجه منتخب عمان، بينما منتخب قطر سيواجه الإمارات في ديربي خليجي. كيف تتوقع هاتين المواجهتين؟ حاليا المنتخب القطري رفقة المنتخب المغربي اللذان حققا حاليا يعني العلامة الكاملة خلال 3 مباريات، فأكيد لديهم فرصة للذهاب بعيدا، خاصة المنتخب القطري صاحب الأرض صاحب الضيافة بمرافقه الجميلة والإمكانيات التي يوفرها لكل المنتخبات لإنجاح هذا العرس الكبير كما يسمى المونديالي طول العربي، واللي يعتبر بروفة لكأس العالم.
22 أين نتمنى أن الفريق الجزائري والنخبة من الفرق العربية والإفريقية أن تكون متواجدة لتتذوق طعم يعني الجمهور والملاعب وكذلك الإشهار والصحافة والمتتبعين على كل أنحاء وأقطار الكرة العالمية. فأعتقد هذه فرصة للجميع لملامسة ما هو يعني نقوله التوب موجود في هذه المنافسة. وللعلم كذلك فيكون من الصعب مستقبلا على أي بلد تنظم كأس عالم أو كأس يعني كبيرة أو بطولة كبيرة للوصول ما وصل إليه القطريون من مرافق من إمكانيات مصاحبة سواء من ناحية النقل من ناحية الدخول والتنظيم على الملاعب. هذا ما نلمسه ونلاحظه من خلال ما يعرض حتى في النقل التلفزيوني كذلك المبهر. سيد نصر مكيدش، منتخب الأردن تفوق على فلسطين في درب الشام بخماسية، هل هي حقيقة كل منتخب ظهرت في الجولة الثالثة؟ صحيح، يعني إذا نظرنا المنتخب الأردني حتى بهزيمته الأولى مع المنتخب المغربي إلا أن أظهر قدرات وإمكانيات جيدة. صحيح أن خسر المباراة، فأعتقد أن مباراة فلسطين كانت تنتظر نتيجة السعودية مع المغرب، لكن المغرب حسمها، ولذا أعتقد أن الفريق الأردني يستحق العبور نظرا لما قدمه خلال المباريات الثلاث التي لعبها في مجموعة. نعم، إقصاء المنتخب السعودي يعد كذلك مفاجأة، أليس كذلك أستاذ ناصر قيد؟ هي في الحقيقة لو يعني لو نسوي تقييم للمنتخب السعودي، الفريق السعودي لم يلعب بالفريق الأول، وكل يعلم أنه هو يلعب بفريق تحت 23 سنة، وأعتقد أن هذه قرارات سياسية داخلية في الاتحاد السعودي أن لا يشارك الفريق الأول نظرا للمباريات المقبلة لهذا الفريق، وفضل يعني الفريق الأول للتحضير بما هو مناسب وإعطاء فرصة. هذه فرصة للاعبين الشباب لإبراز قدراتهم في هذه المنافسة، إلا أن النتيجة لم تتبع، النتيجة لم تتبع ومشيت لصالح الأردن. نعم، سيد ناصر مكيدش المحلل والتقني، شكرا جزيلا لك على مداخلتك القيمة معنا، كنت معنا مباشرة عبر تقنية سكايب من العاصمة القطرية الدوحة. مشاهدينا، متابعة كذلك لأخبار المنتخب الوطني عن قرب وبين اللاعبين، قبيل ساعتين على موعد المباراة انضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة كذلك صالح بيع عبود المكلف بالاتصال على مستوى المنتخب الوطني. مرحبا بك صالح بيع عبود، الأكيد أن حالة التركيز هي العملة الحاضرة بين كل اللاعبين. أكيد، مساء الخير. مساء الخير. في الحين وصلنا إلى ملعب الجنوب لمدينة الوقرة، وكل اللاعبين والطاقم التقني كلهم في تركيز كبير جدا ترقب من هذه المقابلة المهمة، المقابلة التي ستدور على مدى ساعة ونصف من الآن. نعم، التفاؤل حاضر كذلك الأكيد بين العناصر الوطنية لهذه المباراة التي تحمل طابعا خاصا. والله بلا شك تفاؤل وتحفظ، العناصر الوطنية تحضر في الحضور المقابلة كما ينبغي. تعرف اللي مجيء الفريق الوطني لهذه الدورة هو يلعب مثل هذه المقابلات الكبيرة، خاصة بعد اللقاء الأول بين ضد السودان وضد لبنان اللي يعتبر يعني نقولوا نوعا ما خصمين في متناول الفريق الجزائري، ولكن اليوم نقدر نقول بالدورة ستبدأ اليوم رغم أن الفريقين متأهلان، ولكن نتيجة لها أهمية في الترتيب وكذلك في المرور إلى الربع النهائي بمعنويات جد عالية وتأكيد يعني العمل الذي قام به الطاقم التقني وكذلك تأكيد الأهداف التي سكرت منذ مدة مع الفريق الوطني الذي اليوم يحضر يعني بتشكيلة لا
نوعا ما مغايره للتشكيله التي لعبت في نعم الاكيد صالح باي ان الجانب المعنوي تم التركيز عليه بشكل كبير في تحضير اللاعبين لهذه المباراه. من الجانب الفني والتكتيكي هل لاحظت وانت القريب من المنتخب ان التحضير لهذه المباراه كان خاصا ام انه كان على غرار بقيه المباريات السابقه؟ لا يعني كل مقابله لها خصوصياتها حسب المعطيات اللي تخص الفريق وخاصه كذلك المعطيات اللي تخص المنافس. المنافس المصري يعني هو يختلف عن المنافسين الاولين كذلك معطيات المقابله. يعني الامر الاول كان هو الاسترجاع يعني الامر الاول اللي اهتم به الطاقم التقني والطاقم الطبي. اما الجانب الثاني فهو الجانب التكتيكي لانك يعني لازم تحضر نفس التمارين الغير لهذه مثل هذه المقابلات. وهذا شيء يعني وقف عنده يعني الطاقم التقني يعني خلال خاصه الحصه التدريبيه تاع البارحه يمكن يعني نسبه كبيره تاع العمل كان تكتيكي وكذلك حصص الفيديو التي كانت اليوم كذلك لمعاينة اللعب تاع الفريق المصري ووضع الاستراتيجية ووضع التكتيك اللازم لهذا اللقاء. ماذا عن حالة اللاعبين صالح باي عبود؟ الكل جاهز، الكل في فورمة عالية، لا توجد إصابات مباغتة، هل الكل يعني حاضر وجاهز؟ الكل جاهز ما عدا اللاعب جمال بالعمري الذي فضل الطاقم التقني والطاقم الطبي انه يضعه يعني للراحه تحسبا للقاء الربع النهائي. فهنا يعني كان تغيير في وسط الدفاع تاع الفريق الجزائري. ما عدا ذلك كل اللاعبين يعني راهم واجدين ومحضرين لهذا اللقاء وتركيز كبير كما قلت لك في بدايه التدخل تاعي. نعم الكل يتوقع صالح باي عبود ربما تغيير أو تغييرين في التشكيلة مقارنة بالمباراتين السابقتين، هل تم الكشف عن التشكيلة؟ هل تأكد ذلك صالح؟ هي التشكيلة الآن في محطة يعني المراقبة كي تضبط من طرف المحافظ المقابلة. ولكن قبل أن يعني أعطيك يعني التشكيلة نقدر نقول لك بلي كان هناك 4 تغييرات طرأت على التشكيلة التي لعبت في اللقاء الماضي. نعم يعني في اللحظات القادمه ان شاء الله القليله سنعطيكم يعني التشكيله الرسميه التي سيدخل بها الفريق الجزائري في هذه المقابله. نعم هل اللاعبون الان هم في الملعب ام يعني اللاعبون خرجوا من يعني غرفه تغيير الملابس ومشوا الى الملعب في ياخذوا كما نقولوا درجه الحراره الموجوده على ارضيه الميدان وتواصلوا مع الجماهير ثم يعودون الى غرفه تغيير الملابس باش يحضروا انفسهم ثم يعودون الى تمارين التصفيه. نعم صالح باي عبود المكلف بالاتصال على مستوى المنتخب الاول شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشره بالهاتف من الدوحه. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا إلى بعيدا عن المنتخب الذي نتمنى له كل التوفيق في خرجته الثالثة سهرة اليوم إلى رياضة الكاراتيدو حيث أنهت النخبة الوطنية منافسة البطولة الإفريقية لكل الأصناف التي احتضنتها القاهرة بنتائج مشرفة. نتابع التفاصيل في سياق تقرير أحمد سويلح. سبع وعشرون ميدالية تلك هي حصيلة المنتخب الوطني الجزائري للكاراتيدو التي جمعها خلال منافسات بطولة إفريقيا التي أقيمت بمصر، بطولة أبانت فيها العناصر الوطنية عن قدرات كبيرة وروح قتالية عالية عكست مستوى الجزائر قاريا. وبالعودة إلى الميداليات المحققة، نال صنف الأكابر ميداليتين ذهبيتين بفضل المصارع حسين دايخي والمصارع سيلياوي كان وسبع فضيات وأربع برونزيات. أما في صنف الأواسط فقد نالت الجزائر ذهبية وأربع فضيات وثلاث برونزيات. من جهته حصد الأشبال ذهبية فضيتين وأربع برونزيات، حصيلات وضعت الخضر في المرتبة الثانية خلف البلد المستضيف مصر المستحوذ على أكبر عدد من الألقاب. وحسب النتائج المسجلة فإن مشاركة المنتخب الوطني وصفت بالمرضية بالنظر للظروف العامة والخاصة التي أحاطت بالفريق الوطني.
دائما مع الألعاب الجماعية وإلى تحضيرات وهران التي ستكون هذا الأسبوع أو الأسبوع الداخل على موعد مع مؤتمر يجمع ممثلي الوفود المشاركة في ألعاب المتوسط وهران، وسيكون المؤتمر فرصة للاطلاع على إمكانيات المدينة لاحتضان الحدث المتوسطي. تنظيم أكبر حدث متوسطي على الإطلاق وهو ألعاب البحر الأبيض المتوسط منتصف السنة المقبلة، وبالموازاة مع سير الأشغال في بعض المنشآت التي ستستقبل الألعاب سيكون هناك مؤتمر يجمع ممثلي الوفود المشاركة للتعرف عن قرب على تطور التحضيرات الخاصة بالحدث المتوسطي من خلال الاستماع إلى العروض التي سيقدمها رؤساء اللجان الفرعية 12 التابعة للجنة التنظيم. كما سيكون لممثلي الوفود زيارات عديدة لمختلف المنشآت الرياضية التي ستحتضن الألعاب، وسيكون هذا التجمع فرصة ليطلع ضيوف الجزائر عن كثب عن كل المرافق التي ستجمع شباب المتوسط في أحضان مدينة الباهية وهران. إلى بورتريا النشرة مشاهدين، ونسلط الضوء من خلالها على اللاعب الدولي السابق ولاعب رائد القبة إسماعيل ثلجة الفائز بميداليات متوسطية مع المنتخب الوطني في الألعاب الأولمبية. كذلك بلال بوزيدي معه التفاصيل. المشوار الرياضي نتاعي في سنيه اول ليس يعني بريمير ليسونس اون 68 اون مينيم مع الشيخ عاشور بابالوش الله يرحمه. درت كادي بريمير اني، كادي دوزيام اني لعبت كاريمون سينيور. كنت يعني مع يعني حراس مرمى يعني لاباس بهم، الله يرحمه ناسو تيكانوين، كان حرب عبد الرزاق، يعني كنا يعني كانت يعني كانوا حراس مرمى يعني تاع الصح، وتعلمنا منهم بزاف. مشاركة إفريقية يعني رائد القبة كدينا البطولة، يعني لعبنا مع قنيطرة تاع المروك، فزنا عليهم، درنا 1-1 هنا وربحناهم 3-1 لهيه، وزدنا لعبنا مع ساك جابيجون في لاكوت ديفوار، وين لهيه درنا 1-1 ولهنا ربحنا 1-0. من بعد المقابلة الثالثة لعبنا مع في نيجيريا هما طاحت لهم لا بيريود تاع المواد مارس، استغفر الله المواد سبتمبر، يكون حنايا الشامبيون حبس في المواد دو مي ولا جوان، خدينا هذيك العطلة هذيك، ومن بعد درنا يعني درنا التحضير تاع الموسم، ورحنا تما رحنا بدون يعني دي ماتش اميكو ولا، يعني هذاك هو الخلل اللي كان، وزيد تعرف الافريك يعني الاربيتراج كيف هيكون. وعلاقتي بمهدي الله يرحمه ويوسع عليه، كنا يعني من صف اصغر كادي اون جونيور اي اون اسبوار ومن سينيور، كنا كيف يعني المعلقه كانت جد حسنه الله يبارك ما شاء الله. اونيتي بورتون يقول لك يعني كون دو غارديان يكونوا تكون اون سيرتان، حنا يافي اون سيرتان كونفيرونس مي سو تيران، كان كل واحد غير مي اونيتي دي زامي، يعني بنادم كان يطيح وينوض ويحوس يكون خير من الاخر، وكانت مدنا الفرصه باش كل واحد يزيد يخدم بلوس على الاخر، مي هو الله يبارك كان يعني خدام. 75 ما نقولوش، كانت مجموعه تاع يعني قريب كاع صغار، نيتي الموين داس 20 ولا 21 اون، يافي دو ولا تروا جوا كبار، والحمد لله وين واسمه مخلوفي الله يدخلوا على خير لا سو كيفاح، باسكو جاب كان اغلبيه عسكر كانوا عنده يعني، وزد دخل واحد ولا تروا جوار
سيفيل مثلي أنا، مثل كان حسين، كان رابط، وكان حسين بو معرف على كل حال، وكان بتروني. هذول اللي اونيتي دي سيفيل. الاخرين بار كونت كاع سيت دي جوار ميليتير. اي لا سي كومون جيري الاخر، والحمد لله توجنا بالميداليه الذهبيه. البورتري ستتابعونه كاملا في مواعيدنا اللاحقه. زمن النشره انتهى، شكرا جزيلا لكم على المتابعه. خدمكم فيها زكريا حبشي في التنسيق، رشيد ميكيداش في الاخراج، في هيئه التحرير محمد طوزالين وعبد العزيز بن سالم. هذا علي جعفر يحييكم في أمان الله.